هذا ليس أداء تمثيليا، فمنذ 30 عاما لم يسأم البرازيلي أندري كريستو كما يسمي نفسه من ادعاء أنه المسيح، وهو يملك أيضا إنجيلا خاصا يعظ به من يأتون لرؤيته. اسمه الأصلي ألفارو ثايس ووالداه مزارعان من أصول ألمانية، والتحول الأول الذي قام به كان عام 69 عندما ادعى أنه يوري من سلالة نوستراداموس وأنه قادر على رؤية المستقبل. وبعد 10 سنوات أظهرت إحدى رؤياه طبيعته الحقيقية على حد زعمه، فأعلن أنه أندري المسيح. ربي كشف لي فقط الموقع الذي احتليته على الأرض في حيواتي السابقة عندما اعتبر أن الأمر كان مهما، لا أتذكر أيا من حيواتي السابقة. العظات الدينية التي يلقيها أندري وصلت به إلى خارج البرازيل، لكن الولايات المتحدة طردته، ثم سجن في البرازيل في فترة الثمانينات بتهمة تخريب كاتدرائية. اليوم تخطى أندري 60 من عمره، لكنه ما زال يقوم بأعمال غريبة كي يجذب اهتمام الناس، أما أتباعه فيستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر من أجل إيصال تعاليمه، وأحيانا على أنغام نجمات مثل الليدي غاغا. ظهر أندري في معظم البرامج الحوارية على القنوات البرازيلية، لكنه هذه الأيام يقضي معظم أوقاته بين تلامذته في منزله الذي يقع في مجمع مغلق خارج العاصمة البرازيلية. هو لا يدفع لي، أنا أعمل هنا بدون أجر وكلنا متطوعون، كيف بإمكاني مساعدة المعلم عبر عملي؟ مئات الأتباع لمسيح البرازيل معظمهم من النساء يؤمنون بعقيدته ويجدون في العمل لجعل كنيستهم أورشليم الجديدة.